يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن هذه الاختراعات والأسلحة المتطورة سوف تزول في آخر الزمان، فيصبح القتال بما كان عليه الناس قديما، خصوصا في المعركة التي ستحصل بين المسلمين واليهود في آخر الزمان؟ هو كما تعلمون ما هنا شيء يدوم ويستمر، ما في شك هذه المخترعات وهذه المصنوعات سوف تزول، ما هنا شيء يدوم في هذه الدنيا، وجاءت الأخبار أنها تتعطل في آخر الزمان، ويرجع الناس إلى الخيل وإلى السلاح وإلى، ولذلك الخيل يجب أن تبقى ولا يزهد فيها، قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فما في شك أن هذا الموجود الآن ما يدوم، وأنه سيزول ويتغير. نعم.